الحارس الرجاوي السابق مصطفى الشاذلي عن أسفه لما وصل إليه التحكيم الإفريقي بعد مباراة الوداد والترجي في نهائي عصبة الأبطال الإفريقية التي شهدت أخطاء تحكيمية قاتلة وتطرح معها علامات استفهام كثيرة تتوجب على الاتحاد الإفريقي التدخل والضرب بيد من حديد على كل من يريد أن يسيء إلى التحكيم الإفريقي. ودعا الحارس الرجاوي السابق فريق الوداد إلى تكثيف الجهود وعدم السقوط في الخبط الكروي الذي يمارسه النادي التونسي وأن المستطيل الأخضر هو الفيصل بينهم. تعرضت بعض الجماهير الودادية صباح اليوم الجمعة إلى اعتداء جديد بعد الهجوم على الحافلة التي كانت تستقلها في رحلتها من العاصمة تونس إلى مدينة سوسة تمهيدا لحضور نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد الرياضي والترجي الرياضي هذا المساء ضمن إياب نهائي المسابقة الأغلى قاريا. وقال شاهد عيان أن 3 سيارات اعترضت سبيل الحافلة بعد دقائق على مغادرتها مطار تونس. وأدان الكثير من مناصر الفرق التونسية الأخرى الاعتداء الذي أقدم عليه أنصار الترجي وهو الهجوم الثاني الذي أطال جماهير الوداد التي رحلت للشقيقة تونس من أجل تشجيع الفريق الأحمر.